يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا خلوها يا مرحبا من هاجس يقدح مثل قدح الزنود يقدح مثل قدح الزنود اللي تولع نارها خلوها في حفل ذام الراعي الفزعة تجعله في الوجود ما قدم الله قدم صف القوم غير خيارا دام البقى من هاجس يرعد مثل حس الرعود يرعد مثل حس الرعود اللي تهل امطارها والنعم في ثامر وفي ربعه عريبين الجدود قوم لي من ثارت الهيجات عن مهارها الليل يا سلطان ابن وسام والزايد يزود والملعبة ما تحتمي يا كود من شعارها انت كبير القوم وتعرف الصوادر والورود ما شوفك الا في القناه اللي تبث اخبارها بين الخناجر والبنادق والمدافع والفرود والملعب وصفوفها في ميناها ويسارها أصحابها الذيب الرقود لن وقعت في الصخرة السمراء يذور غبارها ما ادري توقع في الجمل ولا توقع في القعود البندق اللي عين راعيها تحفظ عيارها
خلوها المشكلة ما سببوها النصارى واليهود مر المدينة ما تعرف انصار غير انصارى حنا توافقنا على الصفقة ووقعنا العقود واللي ما يقبلها يا ابو عايض يدور غيرها يا بغيت العلم مني لا تعديها الحدود ترى العلوم الدور في الرحلة وفي مشوارها الله يوفقكم ويمنعكم من عيون الحسود ما انت مقفل غرفة التجار عن تجارة اليا وصلنا عند قاضي عدل حضرنا الشهود وبتلحق الشره على صغار العرب وكبارا حنا نقدر وقفة الضباط ونعز الجنود والعسكرية ما نهين بدالها وشعارها اشره على اللي يا ولد عايض يغثون التبود اهل الردى قولوا عساها ما تطول اعمارها